ننتقل إلى قصة استحداث خاصية جديدة في تويتر تهم مئات الملايين من المستخدمين. مشاهدينا، مدى انتشار محتوى التغريدات على منصة تويتر كان دوما يقاس بمعيار التفاعل معها، الريتويت واللايك الإعجابات على التغريدة نفسها. لكن رئيس تويتر إيلون ماسك أعلن استحداث ميزة تساعد على فهم شكل التفاعل على المحتوى المنشور في المنصة، إذ يقول إن 90% من المستخدمين يقرؤون فقط دون مشاركة للتغريدات أو إبداء الإعجاب بها. المنصة تقول إن الميزة التي كانت متاحة فقط لصاحب التغريدة ستساهم في إيصال القصة بكامل جوانبها إلى المتابعين دون تغرير أو إيهام بشأن حجم التفاعل مع المحتوى المكتوب. هذه الميزة الجديدة تظهر على هذا الشكل في الأسفل، تظهر على شكل رقم مصاحب لرمز هيئة أو لرمز على هيئة أعمدة بيانية على يمين التغريدة، ففتحت نقاشا بإظهار الحجم الحقيقي للحسابات ومدى تأثير معرفة مشاهدات التغريدات على التأثير الحقيقي لحسابات المؤسسات والشركات وطبعا المؤثرين. هذا الأمر أثار تفاعلا كبيرا بين المغردين. فيصل الدسيماني وصف الميزة الجديدة بالقنبلة التي ستغير سوق تويتر، فصغار المؤثرين كما وصفهم سينتعشون، بينما سينكشف أصحاب الحسابات الوهمية على حد قوله. ويرى مالك الروقي أن الميزة الجديدة ستكون محرجة للحسابات العريقة والكبيرة مقابل حسابات الأفراد، مشيرا إلى أنها ستعيد ترتيب الأرقام والأهمية في تويتر. أما المغردة ميلسون التي يبدو أن حسابها صغير جدا من حيث عدد المتابعين، فترى أن الميزة الجديدة سيئة لأنها ستؤثر على مساحتها الخاصة التي تعبر فيها عما يجول في خاطرها دون ما تفكير لا بالمشاهدات ولا بالمتابعين على حد قولها.